السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد وفي قناتنا الرياضية الجزائرية والعالمية. خبر جديد ومفرح، ومثل ما قلنا أن مباشرة بعد عودة رئيس الاتحاد الجزائري عمارة من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون ولقائه بجمال بالماضي، تم إقالة المانجر العام لامين لابدي، وبعده مباشرة اليوم الأمور تتسارع، وهذا في خدمة الفريق الوطني الجزائري. وبدون شك الجمهور الرياضي الجزائري والمتتبعي كرة القدم فرحين أو فرحون كثيرا بخبر اليوم وب ما تم تعيينه اليوم، حيث تم تعيين جهيد زفزاف المعروف عند الأوساط الرياضية والإفريقية وكذا في كواليس ودواليب الفاف. جهيد زفزاف يعين مناجيرا عاما للفريق الوطني الجزائري. ألف مبروك للفريق الوطني الجزائري. نذكر بأن جهيد زفزاف أحد أعضاء المكتب الفيدرالي لعهدة روروة، ولعب دورا كبيرا خاصة في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا و2014، حيث كان يسهر على كل صغيرة وكبيرة، وكان آنذاك نائب رئيس مكلف بالمالية مع قلت روروة. وبعد ذهاب روروة كذلك تم انتخابه في المكتب الفيدرالي لزتشي، و مباشرة يعني خدم مع زتشي واستقال لأمور قال أنها خاصة سنة 2018. وفي 2022 بعد النكسة وبعد الكارثة التي وقعت في الكاميرون، هي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تنادي وتعين المانجير العام جهيد زفزاف، تجربة كبيرة وطويلة في ميادين كرة القدم. إن شاء الله جهيد زفزاف سيشرع في عمله ابتداء من يوم الغد إن شاء الله، بشرى نزفها للشعب الجزائري ولكل محبي الفريق الوطني الجزائري. إذن ألف ألف مبروك بتعيين جهيد زفزاف كمناجيرا عاما للفريق الوطني الجزائري. ما تنسوش دعمونا في القناة، اشتركوا معنا في القناة، ابونيوا معنا في القناة، ودعمونا كذلك بجام. إلى الملتقى، دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.